خاصة المستعمل الوسائط الإعلامية. النتيجة منطقية للضغط ديال المجتمع، وخاصة يعني اللي كيستعملوا الوسائط الإعلامية الفيسبوك وهذا، هي نتائج باينة. ما يمكنش شي واحد يوقف تقول احتكرها ولا يقوم بالسطو عليها. هذه قضية أنا بغيت تكون نتيجة ديال عمل أو ساهم العمل ديال سيار ولا ديال المجتمع. شوف كلشي ممكن، كلشي ممكن دابا بهذا الشيء كيقول كلشي ممكن. شكون كان كيتصور يوقع هذا الشيء واحد الوقت صغير؟ شوف العملية ديال الإصلاح هذا يجبر المعنيون يجبرون على التراجع على القبول بالإصلاحات. غير لا ممكنش، ممكنش. شوف الضغط والعمل الدؤوب من أجل التغيير كيجيب نتائج. هذا ما فيهش، هذا الحراك لابد يجيب نتائج، وهذه أنا كنظن النتائج لا غبار عليها. المعركة اللي خاضها المجتمع وخاصة السبورة ديال الفيسبوك، ما عرفتش أنا واش الناس عندهم ذاكرة قصيرة. راه كان ضغط كبير جدا. هي بالطبع يعني كمحصلة كاين نتائج. أنا كنظن بالاستماتة ديال المجتمع ما يمكن إلا يحصل على نتائج صبورة ديال الإصلاح. والمناهضة ديال طبعا ديال العناوين ديال التسلط وديال كارفن. واش كانت النتيجة ولا ما كانتش النتيجة؟ أنا كنظن كل يعني الاحتمالات كلها واردة، وأنا كنتصور بأنه المجتمع غادي يدير بها المعارك ديالو اتباعا. أؤمن بأنه الفساد غادي يبدا يخسر اتباعا، والقوات الإصلاحية غتبقى تربح المعارك ديالها يعني اتباعا، وطبعا مع المجتمع من خلال الأدرع ديالو والفعاليات ديالو إلا أن يستميت المعركة ديال الإصلاح. دابا القضية دابا هذا واحد التراجع غير هو في تم اختيار يعني وقت، ماشي الوقت اللي هو بحال كيقولوها الشوب، ما تمش اختيار هذاك الوقت اللي كان إلا بغيت تقول فيه المعركة محلدمة، ولكن تم استماع النبض ديال المجتمع ولو بواحد القدر من التأخير. ولكن هذا كيفيد بانهم استوعبوا الحجم ديال الضغط والحجم ديال الرفض يعني التسلط على الادواخ ديال الناس وعلى التسلط باسم المهرجانات وكذا. استوعبوا يعني تراجعوا هما يعني وغيروا اشخاص. ما يمكنش هذا ما يتخذ بعين الاعتبار. ما يمكنش هذا المعسكر مي ولا مضطر يغير اسماء بمعنى يعني هذا فيه نوع من التواري ديال واحد القدر من التواري ديال الاشخاص وديال الرموز وكذا وتقديم رموز اخرى وهذا. ولكن